السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بنات بلادي مع رجاء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم الحريرة اللي ما كتقطع حتى دار مغربية. ونبداو بالمقادير. نص كيلو من الطماطم نسلقوها نص سلقة ونطحنوها عاد نصفيوها. اللحم على حسب مقدار كل واحد، معلقة صغيرة من التحميرة، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الإبزار، معلقة صغيرة من سكنجبير، معلقة صغيرة من الخرقوم، معلقة ونص من كرافس، معلقة ونص من كزبر ومعدنوس، أي معلقة كبيرة ونص، بصلة محكوكة، جوج معالق حتى 3 معالق من الزيت، نص كاس من العدس مغسول ومرطب طبيعي الحال، كاس من الحمص مرطب بليلة قبل باش يجينا سهل في الطياب، ونص معلقة من السمن. غادي نديرو المقادير كلها، ما غاديش نشحرو حتى شي حاجه. اللحم، المطيشه او الطماطم اللي طحناها من قبل صفيناها، البصله، كزبره ومعدنوس، كرافس، حمص، العدس، جوج حتى 3 معالق كبار من الزيت، ذوب التوابل، معلقة صغيرة من الخرقوم، معلقة صغيرة من السكنجبير، معلقة صغيرة من الإبزار، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من التحميرة. نص معلقة من السمن، ثلاثة الكيسان متوسطين من الماء، فين يطيب اللحم والحمص، ونحركوا المقادير كلها. ونخلوها تطيب واحد نصف ساعة تقريبا، على ما نحسب أن الحمص والحم طاب. ما نجهدوش، العافية عافية متوسطة. بعد ما طاب اللحم والحمص ديالنا،
غادي نديرو فين يطيب الرز، والماء يكون مغلي سخون، ونحرك المقادير، واللي عنده شي عظيمات ديال اللحم يستعملهم، كتلقوا البنات هي. نضيفوا كاس الروز، المغسول بطبيعة الحال، ونبقاو نحركو باش ما يلصقش لينا الروز. خليه يطيب 5 دقائق 6 دقائق على حسب الرز كل نوع. غادي ندورو الحريرة ديالنا، كل كاس فيه 2 معالق ديال الدقيق، ومن بعد غادي نصفيه. الرز ديالنا طاب وغلى مزيان كيف كتشوفو، قيسوا بيديكم باش تعرفوا واش الرز طاب ولا لا. شبانه غادي ندير 2 معالق كبار من الدقيق، كاس تاع الماء، ونخلط مزيان. واللي عنده الميكسور يدير الميكسور. خلطوا مزيان ونصفيوا. الميكسور كيسهل عليك انك بلا ما دير لا صفايه لا والو. والحريره كل واحد كيفاش كيبغيها، خفيفه ولا ثقيله. الا جاتكم ثقيله في الاخر زيدوا كاس الماء ولا 2 كيسان الماء صغار، ويكون الماء سخون ماشي بارد. نضيفو 2 معالق تانيين، ونحركو مزيان. انا خليت واحد شويه من الكاس الكبير من الماء على ما يتغلى مزيان، ونشوف الاخر واش غادي نزيد الماء سخون نضيف شي حاجه ولا ما نضيفش، على حسب الحريره. انا كنبغيها تكون متوسطه، ما خفيفه ما ثقيله. ونحركو مزيان. وتكون العافية مهيلة باش يطيب الدقيق على خاطره. نخليه يغلي مزيان مدة 6 من الدقائق، ديما نبقاو في التحراك، ديما نحركو. في المرحلة الأخيرة غادي نضيفو
كزبر مدنوس، معلقة كبيرة أو جوج معالق اللي بغيتو، وجوج معالق كبار تاع حبة المطيشة، الربيع في الاخر يخلي النكهة زوينة، كلدة الحريرة، ونحركو مزيان باش حكت لي مطيشة تدوب مع الحريرة. ديما في الاخر نحركو مزيان، نخليوها تغلي واحد 5 دقائق. الحريرة طابت، وفي النهاية ندوزو للتقديم. هاي الحريرة ديالنا، كنتمنى انكم تجربوها، وبالصحة والراحة، شهية طيبة.